بالنسبة لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام سننظم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر أمام البرلمان على الساعة 5 مساء تحت شعار لا لتقييد المجتمع المدني لا للفساد ونهب المال العام. الهدف من هذا الاحتجاج هو الاحتجاج على نخبة سياسية وحزبية توظفوا البرلمان وتوظفوا المؤسسة الشرعية اللي تشرع لفئة كامتياز غير مخول لها اصلا، لم يسبق لاي قانون لا في المسطره الجنائيه ولا في اي قانون موضوعي ان نظم هذا الامتياز. اذا هذا الامتياز كتمييز عن باقي المواطنين، وهو يضرب في العمق مبدا سواسيه الناس امام القانون. لماذا؟ لان هذه الفئه وهذه الشريحه تريد ان تخلق مسطره خاصه في البحث وفي المتابعه، بحيث انه قيدت رئيس النيابه العامه في تحريك الابحاث وفي اقامه الدوله العموميه، ورئيس النيابه العامه اصبح تحت سلطه وزاره الداخليه والمفتشيات العامه، على اعتبار ان جرائم المال العام لا يمكن ان يحرك فيها الابحاث الا بناء على التقارير التي توصلوا بها من هذه المؤسسات. ونحن نعرف ان هذه المؤسسات لا احد يمنعها قانونا من ان تحيل هذه التقارير، لا احد يمنعها من ان تحيل على القضاء، لا تحتاج الى هذا النص. إذا الهدف من هذا النص هو تقييد دور النيابة العامة، وأيضا تجميد أقسام جرائم المال العام المحدثة لدى محاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء ومراكش والرباط وفاس. من جهة أخرى هذه الحكومة باعتبار تتشكل من زواج السلطة والمال مستفيدة من تضارب المصالح تسعى إلى تكميم أفواه المجتمع عن طريق حرمان الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد، رغم أن هذا التبليغ هو ملزم بهذه الجمعيات والأفراد بمقتضى القانون بمقتضى اتفاقية المتحدة لمكافحة الفساد وبمقتضى الدستور، باعتبار الجمعيات هي كما يقال شريكة في صناعة القرار العمومي في السياسات العمومية. وبالتالي نعتبر أن هذا التوجه هو يرمي إلى تعميق إشاعات الفساد والرشوة ونهب المال العام في الحياة العامة.